ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا رب يا رب، ايه ده؟ يا رب والنبي والنبي يا رب والنبي يا رب والنبي يا رب والنبي والنبي يا رب. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم ادم جمعة، والنهاردة معنا فيديو غريب جدا. فيديو غريب غريب غريب. فتحنا جوائز الموسم وفتحنا كذا ميد اور برايم ايكون بيك وبرايم ايكون باكس، واللي حصل عمره ما حصل على القناة وعمره ما شفته في حتة. هو غريب جدا، تحس ان في جليتش، بس مش هحرق لكم اكتر من كده. اهم حاجة بنبتدي الحلقة، يا ريت ننزل نعمل لايك، مش عاملين سبسكرايب يا ريت ننزل نعمل سبسكرايب، ويلا بينا على حلقة ايقونات وجوائز من اغرب ما يمكن. طب يا جماعة شكلي مبهدل شوية، لسه مخلصين سيشن حطابة وداخل بلعب شويه وهقفل اهو. لسه والله العظيم لسه بقفل. لقيت بيقول لي الكومبنسيشن جه، فهنشوف. انا غيرت صوره، حطيت صوره ثانيه للمومنت، ونفتح الميدل برايم ويا رب يكرم. انا كده طلع لي هنري، فانا مش متضايق، بس هنعمل لها ست ريفيل ونقول بسم الله. يعني انا في الثانيه جالي ايتو واسمه ايه ده وروبرتو كارلوس، لو جالي حد منهم ثاني يبقى عظمه الصراحه. ماشي، اول واحده الثلاثه كانوا جامدين، عمر ما جالي بيك فيها ثلاثه جامدين. 80 فيزيكال مش حلو، 94 ديفندنج، ده مش مالديني، ده مدافع تعبان، ولا فيسبوك ده موقف. باريزي الميد تمام. 74 فيزيكال ب 85 استامنا، اجريشن ضعيف، دريبلينج تعبان، هي هتبقى بيكه معفنه. لينكر الميد، انا خدت نصيبي خلاص. ماشي، بنشوف الاولانيه. يا رب يا رب يا رب حد يعرف يستعمله. فيزيكال تعبان، دريبلينج تعبان، شوتينج تعبان، بيس تعبان. خدت نصيبي الحمد لله، مش هعترض. مش كده كنتش عايز اعملها. وما شاء الله ولا واحد فيهم برايم، ولا واحد. يعني هو الحظ وحش، بس انا عايز اعملها وخلاص. ال85 في 3 يعني مش متفائل بيها، بس خلينا نجرب. اتمنى يوري، يعني لسه نفسي في يوري انتريدبل. يعني ووك اوت كبير، نفس 88، اتمنى يكون على الاقل ووك اوت واحد كمان وراه، يعني تبقى جميله. اوكي، اتنين حلو، 288 وكوكي انتريدبل، اشوف له حل بعدين بقى. اول حساب من جوائز الموسم الموسم الرابع من فيفا 22، على اساس اللي احنا فاهم في مسلسل. 5 باكات 100,000 وربي ولا ووك اوت، مش مستغرب. باكات خسرت قيمتها، المفروض يرخصوا سعرها، يعني ما تبقاش باكت 100,000، تبقى باكت 60,000 مثلا. يلا 500,000، انا بقول 2 ووك اوت، باكتين بس اللي هتطلع ووك اوت. يعني لو باكه طلعت 2 جواها هنحسب انها واحد، يعني الباكه نفسها انها تطلع فوق 86 هتحصل مرتين من الخمسه. ادي اول واحده ما فيهاش ووك اوت، كان متوقع ما فيهاش ووك اوت، معروف ال 100,000 خلاص خسرت هبتها، ما فيهاش ووك اوت. ده انا شكلي اخسر، شكلي هطلع خسران وتوقعي غلط، لان لحد دلوقتي صفر من، يعني فتحنا ثلاثة وصفر، لازم الاثنين الاخرانيين يطلعوا ووك اوت، لازم على لازم ووك اوت في الاثنين الجايين، ولا ووك اوت. يا نهار اسود، يعني اخرنا هتبقى واحده، يعني لازم طلعوا لنا برايم مومنت من الاخير عشان نحس انها عملت حاجه. ها ووك اوت واحد، مش كريستيانو حتى. برونو فرنانش، حسابي الموسم الرابع من جوائز الاليت ديفيجن. مين الكلاون الجديد؟ مين الكلاونز اللي هيطلعوا لي النهارده؟ وادي اول سيت اوف كلاونز. انا من ال 12 باكه اللي هم بتوع الموسم دول كلهم، ممكن ما تطلعليش 3 ووك اوت على بعض. معانا 500,000 و 52,000، انا بقول لكم 2 ووك اوت، مش 7، 2 ووك اوت اخرهم 3. ادي اول باكه، دي مش هجيب شاشات، جابت شاشات. يلا ادي ال 500,000، انا بقول لكم مش هتزيد عن 2 ووك اوت. نفتح اللي من غير اللي هي 84 بلس جارانتيد دي عشان نضحك شويه.
ماشي ادي اول 100,000. لو مش 86 مش هحسبه، مش 86 لو مش وراه حد 86 مش هحسبها ووك اوت. طبعا بيطلعش حد من الحدث يعني، دي مشكله. ماشي 2 انفورم 0 ووك اوت برضو. ماشي ادي اول ووك اوت ماني سي ام كروس. ماشي حلو، مش عندي كمان فمصلحه. يلا يلا ووك اوت كمان. الحمد لله الحمد لله. هاري كين لا ستيرلينج، الحمد لله طلع الاثنين ووك اوت. انا كده راضي، تلاقيش اي حد من الحدث بس مش متضايق. واخر باكه ولا مش هيبقى فيها ووك اوت، ونقول يا رب اطلع غلط. اثنين ووك اوت فعلا، مش سبع باكات، اثنين ووك اوت. انت شركه جميله جدا وبتراضينا جدا دايما يعني، الصراحه مش عارفين نشكركم ازاي. يلا جمد قلبك جمد قلبك جمد قلبك، توكل على الله. اوه كرويف يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. اوه الف مبروك. عمر هيعيط، عمر ومعايا التيمت باك. لو طلع لي 3 ووك اوت من الباك دي، 3 ووك اوت هعمل ايكون بيك. ايه ده فود بيرثدي كرواتي. اوه ريبيتش نايس. لذيذ يعني، مش هلعب بيه بس لذيذ. لو 3 ووك اوت هعمل البيك. انا ايه اللي خلاني افتح بقي؟ انا ايه اللي خلاني افتح بقي؟ مش عايز اعملها يا عم. مش هطلع لي عم. انا اللي فتحت الصدر. حاضر. كده يعني محدش قال لي مثلا، محدش ضغط عليا انا اللي هو لو طلع لي 3 بفتح صدري، فاهم اللي هو على ايه على ايه؟ طب ليه استفدت انا ايه بقى دلوقتي؟ مش عايز اعملها مش عايز اعملها. اوه يا جماعه انا عملت الباكه خلاص، وهنفتحها دلوقتي وهنتخزوى سوا. ماشي استاذ ضحك ست الضحك. يا رب لو فيها خير يطلع، لا ما فيهاش خير الحمد لله، يا ما تخزقنا وتعودنا يعني. يلا نحط صوره هنري مومنت عشان انا بتفائل بيه. احنا هنخاف يعني، دي باكه يعني، مش باكه اللي تعمل فينا كده. بدايه مشرقه بالتخاذل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا رب يا رب. ايه ده يا رب؟ والنبي والنبي يا رب والنبي يا رب والنبي يا رب والنبي والنبي يا رب. انا طلع لي حاجه حلوه، انا طلع لي حاجه حلوه. ده مين؟ انا طلع لي حاجه حلوه والنبي، قولوا لي طلع لي حاجه حلوه والنبي يا رب. انا ما بيطلعليش حاجه يا رب. والنبي يا رب والنبي يا رب والنبي والنبي. مين ده مين ده؟ بيست بيست البرايم. الله اكبر الله اكبر. الحمد لله يا رب 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 الحمد لله. مش مهم الباقي، الحمد لله يا رب. والله عيط، انا مش قادر نفسي. تاني واحد خلاص، الباقي كله هيبقى قرف اكيد. اوكي فيزيكال تعبان. دريبلينج عادي، باسنج عادي، شوتينج كويس، بيس تعبان، حاجي طب كويس، ربنا نجانا طلعنا بيست البرايم، ده حلو جدا. فيزيكال تعبان، دريبلينج تعبان، احنا نجينا، احنا فلتنا الحمد لله. ده فلتة، فلتنا يا خبر، فلتنا يا جدع. ده الواحد فلت فلتت ايه.
هنا سأبتسم كثيرا وأضحك ويا 900 ألف لو قوي. فهمتكو، يعني ألعب 4-2-3-1 يعني، وافكس 4-2-1-2. اوكي فهمتكو. يا فلتات اللي هي 3-1-2-3-4 اي كلام. وكب كبير، ها فان دايك حلو، طعش كتير فان دايك كده. نايس، ده فودر محترم جدا 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 جدا، بحب اول باكات دي. والكلاونز اللي عندك خوازيق، انا مسميهم كلاونز انت مسميهم خوازيق، ورنودسين. يلا قفل. طيب يلا بينا، يلا بسم الله. بيست البرايم زي نفس البتاع، بيست البرايم، بيست البرايم لسه طالع لي اصله. عرفته بالفيزيكال، عرفته على طول، عرفته على طول، عرفته على طول. 71 فيزيكال، قلت انا لسه شايف البتاع دي من 5 دقايق. نايس، الف مبروك مبدئيا، يا رب يكون حظك حلو في الباقي بقى. ده مكليلي مدافع جامد، بيس مين ده؟ كامبل برايم حلو، مش وحش خالص ده، ممكن يحدد حاجات كتيره. لا شيت، اوف اتشوي. اهلا بيك اخوي، في نفس المكان. لا اعمل، لو ما عملتش البرايم اعمل البرايم. حاتم اقفل شاشتك يا حاتم، انا هقفل شاشتي يا حاتم. بسم الله توكلنا على الله وان شاء الله خير. تقول ليش بقى ثانيه واحده، ده بس البرايم ثالث مره، ايه ده؟ في نفس المكان يا جدعان، البيكات فيها حاجه، ده مش طبيعي. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم حاجه، ده ايه ده؟ تالت باك ورا بعض في نفس المكان، هو ايه الهبل ده؟ مش معقوله يعني، ده مش طبيعي. والاتنين اللي وراها يطلعوا معفنين برضو، ايه ده؟ مين ده؟ ده حد معفن برضو، معفنين. بص مش ممكن، نفس الاسطمبه كمان، اللي عايز بس يجي. تسعين فيزيكال، 90 ديفند، كامبل برايم، البرايم برضو، مش ممكن من نفس اللعيبة، مش ممكن. وايه اللي بيحصل ده؟ ايه الهبل ده؟ طب حاتم انت مبسوط طيب ولا مش مبسوط؟ مبروك يا عم، هو لعيب، مشكلة ان هو لعيب جامد، الفكرة ان هو لعيب جامد، يعني مش اللي هو ياه طلع لنا لعيب معفن 3 مرات، لا جامد وهيخش يلعب في فريقه بس خلاص كده. يا جماعه اللي عايز تاني، اللي عاوز جورج بيست البرايم ينور. 83 مندي، بيبقى فيرس اونر جميل في السوابس. ما زلنا 83، ادي اول 4-5 باكه، دي مش حلوه، 5 باكه دي وحشه جدا. 7 اوف، مفيش سبيشال كارد، مش حلو. يلا بسم الله، لو 71 فيزيكال انا هتجنن بقى، انا هتجنن. دي مش بكاية، دي بكاية. لا 86 ماشي، اوكي 86. مين البرايم ده؟ 86 ايه ده؟ 89 86 يعني جت على البيس وما كان بقى. ده مين ده؟ شفانشتايجر البرايم، نوت باد.
ميدرو برايم جديدة ونحط الشاشة ونقول يا رب. طلعش في ثلاث خان. اوكي 85 ديفندنج. ممكن بيس ده يدينا تفاؤل. لا بيس تعبان. مين ده؟ بلونك الميد. اهلا بيك تلالي قبل كده. تاني بيك 82 فيزيكال. دريبلينج تعبان. شوتينج كويس 86 بيز. ايه اوين مثلا ونستروي البرايم. تلات واحدة تسعة. دي ممكن تبقى جامدة. ممكن يبقى ازيبيو. حد جامد. ازيبيو ار 9. اوف 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 اوف. ده ممكن يبقى ار 9 الميد. ده شكله ار 9 او ازيبيو. يلا واحد اتنين تلاتة. ازيبيو برايم. ليتس جو. حسيتها ببان يا اخوانا ببان. مبروك. لا النهاردة حظها حلو فشخ. عرفش فيه ايه. نايس. ازيبيو البرايم. فيري نايس.